حط على كامل الجبن. قلبت أمس أوكا، حطها من الزوايا هني بس عشان أعمق اللون وأكد على سحبة العين، بس بهذه الطريقة. وايد بنات كتبوا لي ان جربيها بصبعك بيطلع اللون اقوى، بس ان شاء الله مو محتاجه، قوه اللون واضحه. نفس الفرشه حط اللون واضح هني، من كريلاين درجة كاكاو، من كريلاين